نجمه على رفع صغر فضل خليفه وبدر سوار. كره الان بتوصل خضرة هذه الثاني الثاني جول جول الله عميدان 2-0. شوف 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 مرمى حارس المرمى وفي المرمى الفاضي حميدان هدف ثاني للرفاع. هنا التمريره الحلوه والمتقنه والملعوبه لحميدان وضعها في المرمى الفاضي لمصعب عمر قادر بسبب الاصابه. هنا السيد هاشم والتقدم والكره العرضيه والكره جول جول حميدان والهدف الثاني للرفاع واصحاب السعاده ابداع. هذه عناوين الرفاع شاهدون التقدم هنا العرضيه ابداع وابداع. ترجع الكره الان خطيره كمال اسور كمال اسور خطيره تصويب الصاروخيه وتعود الكره هدف الثاني خلاص قاتل انهى المباراه مهدي حميدان. الرفاع شوف صاروخيه كمال الاسود ولكن ايضا المتميز يجب ان نشير عليه محمود العجيمي بالتصدي المثالي في اللعبه الماضيه مهدي حميدان ايضا بالتمركز الذكي جدا استطاع ان يضع نفسه في مواجهه المرمى. خلاص والمرمى فاضي سجل وحقق كل الاماني هذا اللاعب الفنان كبير وكبير جدا يتصدى ركلتين جزاء في شوط واحد يكون شيء متميز ومتميز جدا. اذا مهدي حميدان على تنفيذ على انتظار التنفيذ في هذه اللحظات. مهدي حميدان امام العجيمي مهدي حميدان يتقدم يصوب والله يا عجيمي كانت ولكن هذه مره مرت واتت الهدف الاول للاهلي لمصلحه عناصر نادي الرفاع. 67 شوف التصويبة وكانت قريبة جدا منك يا العجيمي قريبة جدا منك يا العجيمي يا محمود انها تتصدى لمرة ثانية ولكن بعد ذلك الكرة مرت وعدت والان تذهب الى ان تكون لتقدم رفاعي بهدف. طرد محمد عادل كرة بتوصل خذوا هات خطرة علي مدن بيحاول خطرة هذه في الجول هدف اول رفاعي جول 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 مهدي حميدان مهدي حميدان اول اهداف الرفاع اول اهداف الرفاع في موسم الرياضي 2020-2021. مرة اخرى حول الكرة لهزاع عرضية داخل منطقة الجزاء وصلت من وين الى مصلحة الرفاع مرة ثانية خطيرة هدف رفاعي من البديل حميدان في شوط المباراة الأول ومن خلال تقدمه في جميع المباريات الماضية هذا هو حميدان. النجمة كانوا يطالبون بشيء في المحاولة الماضية إبراهيم أحمد حبيب هذا هو حميدان هياها لنفسه صارت في تاريخ اللقاءات الفريقين. هاشم السيد عيسى هشومي يمرر المحاولة داخل منطقة الجزاء الثاني الكرة من أمام من الكرة وصلت في الجانب الأيمن وصلت بتمريرة من هشومي لعبها بعد ذلك إلى جاسم برهون ومن ثم لاحظ التهية لاحظ الاستلام لاحظ الكرة اللمسة بسهولة مرهون بعد ذلك حميدان يسجل الهدف الثاني. أرضية الملعب تتحول إلى الجانب الأيمن الرفاعية عند علي مدن خطورة قائمة الآن حميدان يعلنها هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث لمصلحة الرفاع. لاحظ الكرة من أقدام علي مدن في هذه اللحظة حميدان يسكنها ويسجل هدف رفاعيا ثالثا يكمل على قبضة الصدارة في هذه الجولة. الرفاع 3 والأهلي 1. الكرة تصل الآن إلى الخلف هذه عادة الوافد الجديد العائد إلى دوري الكبار لدوري ناصر بن حمد ممتاز وصيف الأهلي في الدرجة الثانية. خطرة هذه عرضية بإمكان تنحط في الجول في جول 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 أصحاب السعادة أصحاب السعادة يبدون بالتسجيل كالعادة عادة فيه إفادة هو أحمد عبد الله لعبة عرضية حلوة تابعها نعم هو مهدي حميدان هو الهداف الخطير. رأسية مهدي حميدان تضع فريق الرفاع أصحاب السعادة في المقدمة بهدف أول من عرضية اللاعب أحمد عبد الله وتابعها السيد هاشم سيد عيسى وأيضا التمركز